بس يظل في جانب نفسي لابد تتناوله، لابد نتناقش فيه بشكل مفصل اكثر، لانه في ناس ما يعني يقول لك زي احد اعطانا يعني زبده من الاخر، يقول لك بعيدا عن الفلسفه والكثير من كلام وما الى ذلك، في اخرين لا يثقوا تماما وما يثقوا الا في كلام علم النفس. عشان كذا اليوم معنا دكتوره نسرين يعقوب، وهي مستشاره نفسيه منوره ومشرفه، وعسى يومك وايامك كلها سعيده دكتوره. يا هلا فيك دكتوره نسرين. اهلا وسهلا. يا هلا وسهلا. بداية دكتورة نسرين، بنعرف هل السعادة فعلا عدوى وكيف ممكن تنتقل من شخص لآخر؟ حقيقة هي طبعا ممكن تكون عدوى، وهنا نحتاج نحن نكون نتواجد حوالين الناس اللي فعلا ممكن يكونوا بيشعروا بالسعادة. بس في مشكلة طبعًا. أنا شخص جدا واقعي وأبغى أحتاج أني أنا أكون يعني في اليوم العالمي للسعادة جدا رياليستيك، أنه إحنا بنخاف من الناس السعداء على اعتبار نحن بنعتبرهم أنهم هم مختلفين عننا فعلا، لأنه هم عندهم أسباب السعادة عشان كده هم سعداء، لكن إحنا ما عندنا نفس الأسباب. بس غلط أعتقد يا دكتورة، صحيح؟ هذا خطأ. فعلا هذا خطأ، فعشان كده أنا حبيت أني أختصر بخمس نقاط أساسية الأشياء اللي أنت ممكن تحددها لنفسك وممكن جدا تكون تحقق لنفسك. طيب ممتاز، أعطينا إياها. يلا جهزوا الورقة والقلم عشان دكتورة نسرين حتعطيكم إياها. يلا. طيب أولا الناس اللي فاقدين السعادة هم فاقدين قيمة الأشياء، فإذا كان عندك لشيء واحد في حياتك قيمة عالية جدا لازم تعرف أنه يعني يستحق أنك أنت تشتغل علشانه. إحساس القيمة بالشيء في حد ذاته نعمة لسه ما حققته أنا. رقم اثنين، لازم تفرق بين الأشياء اللي تحت سيطرتك والاشياء اللي ما هي تحت سيطرتك. احنا دائما بنكون زعلانين وغير سعداء لاننا مو قادرين نعمل كنترول على الاشياء اللي هي ما هي تحت سيطرتنا. شكرا لك. اي والله الاشياء اللي هي ما هي تحت سيطرتنا. رقم ثلاثة، في احيانا بعض القرارات ما احنا قادرين نتخذها فبتسبب لنا نوع من الالم. فكر شويه وخذ وقتك وفكر في القرار واصنع قرار عشان تقدر تنتقل لمرحله اخرى، لا تطول في حاله الالم. رقم ثلاثة، لا تصر على الافضل. الافضل شيء جميل ولكن راجع معايير الافضل. ولكن ليس دائم تقصد يعني. صحيح دكتور. اقصد انا هنا انه المعايير في انه لا ابغى الاحسن لنفسي، احنا بنوصل للاحسن بعدين بنكتشف انه شيء عادي. ممتاز. دائما نراجع معايير الاشياء الصح. لا، رقم اربعه، اللحظه الكامله ما هي موجوده. الكومبليت صحيح مش موجوده. دائما اتوقع القناعه تكون موجوده. ايوه، انه لانه انا ليش طيب كل لحظه لازم تكون ناقصه، كل لحظه لازم يكون في احد غايب، كل لحظه لازم يكون في شيء ناقص. صحيح. وهذا حقيقي، اللحظات الكامله احنا اللي بنخلقها مش بتيجي جاهزه، ما حتيجي السعاده على باسكت. أيوة. وانما نحن اللي لم الاشياء، انا قاعده على سفره مع اولادي وكذا ومبسوطه، اكيد في شخص ناقص، ما حطالع للشخص الناقص، حطالع الاجيال اللي موجودين. هنا ابغى اتحكم معناته بالخمس اشياء اللي انا قلتها هذه، حتحكم في المود صراحة. دكتورة نسرين انا اهنيك على الخمسة الاشياء لانها فعلا واقعية. الناس اللي يقول لك يا اخي علم النفس كلام فاضي او يا اخي ما يعطينا الوقائع. هذه خمسة اشياء حقيقة بنعيشها كل يوم، يعني فعليا الصراع النفسي الداخلي اللي بيحدنا عن هذه السعادة. اشكرك حقيقة من اعماق قلبي عليها. بس في حاجة ثانية كمان، في ناس بتربط السعادة، حنحددها شوية، مسألة المال او المادة الموجودة في حياتنا بتربطها بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ايش ممكن نقول لهم؟ صحيح. أنا لسه كنت قبل يومين بتكلم عن هذا الموضوع، في إنه لما تعلى قيمة الأشياء بتقل قيمة الإنسان، وهنا صحيح. المادة أصبحت هي الأساس. صحيح. فأنا صحيح. في رأيي طبعًا ربط السعادة بمادة، ربط السعادة بشخص، هذا شيء جدًا مؤلم وبيشعرنا بإنه بالتهديد طبعًا، لأنه في حال غياب هذا الشخص أو هذه المادة معناته أنا ما راح أكون سعيد. وهذه مصيبة بحد ذاتها، فأنا حنام وأصحى في حالة تعلق شديد بهذا الشخص أو تعلق شديد بهذا المال على أساس أنه هو منبع السعادة. طبيعي. صحيح. إذا كان موجود صرنا سعداء، إذا اختفت هذه الأشياء صرنا أشخاص تعيسين وما نقدر نعيش بدونها. يعني بنسى أمر جدا مهم، طب مين صنع هذه الصداقات ومين جاب هذا المال؟ أنا المصدر الأساسي. صحيح. شكرا لك دكتورة نسرين يعقوب المستشارة النفسية، وكذا أتوقع ذكرت لنا نقاط مهمة لازم نتعلم من هذه النقاط عشان نعيش سعداء في حياتنا، والله لا يجيب التعاسة أبدا، وخلوكم دائما متفائلين وإيجابيين.